بنفيت الفائدة توب أو بوتوم تيم، يعني إما واحد منهم يستفاد أو اثنين ما في فائدة وما حد ضار الثاني. هاي لو السمبايوس ما بيها مضرة، معيشة سلمية سلمية، تعايش سلمي، أوكي؟ تعايش سلمي سميه سمبايوس أو سمبايوتيك ريليشن شيب. السكند أندر كومنساليزم، شارعين سميه دورمال كومنسال، أيضا بيشبه العلاقة الأولى، يعني أورجانيزم living in or on another organism without harmful effect, بدون أي إلتهاب. محتاج يأخذ المسكن والنيوتريشن والنورشمنت والفود والسكريشمنت كله بسلام بدون أي يعني خلينا نقول harmful effect. فهذا نسميه كومنساليزم. حتى احنا يعني امثله وايد عن نورمال كومنساليزم وراح ناخذها بالفارماكولوجي وحتى بالبكتيريا. هذا النورمال كومنساليزم لارج انتستينال انتستينال هيومن بين هو الاشريشه كلها ونسميها البكتيريا الايكولاي وصيات القرون سامين كده. هذه بالانتسين هي باثوجينيك. But if it goes to other organ راح تحولها باثوجينيك. بتروح UTI تروح للان بالبرين هو باثوجينيك. بس بالانتسين هي نورمال كومنسال. فهي تعيش تعايش سلمي. متعدي. واضح؟ عايشة من عرضي. فهذا ما نسميه الكومنساليزم. او مختصر ثاني نسميه eating at the same table. لانهم يعطون على بيس على طاولة واحدة. بدون أذية كل ما أخذ كفاية. Organism get benefit without harmful effect to the other. لأنهم عايشين بدون أن يأذون واحد لآخر. أوكي؟ الثالث relationship يسميه mutualism أو mutualism. هذه العلاقة هي تعتبر شوية علاقة خاصة بالcompensalism بس فيها شوية أكثر خصوصية. أنتم تشوفون هون. A special type of commensalism when such associations are beneficial to both organisms. لأنه مستقر. العلاقة قبلها تقريبا جزء واحد مستقر، الثاني ما مستقر بس ما مضمون. هذه لا. شرط أن يكون mutualism هم علاقة commensalism شوية أكثر خصوصية أن both organisms are get benefit to each other. Okay. الآخرة اللي هي راح نتهمنا الباس الموضوع اللي احنا راح نعمله اوكي الباس is a symbiotic relationship in which one animal اللي هنا اعتبر الهوست واحنا بالنسبة لنا كابيتال نعتبر الهيومن بينج هو الهوست المضيف اوكي is to some degree injured through the activities of the other animal which is possible اللي هذا الهوست راح يتأثر أو سبب بمرض اللي هو الانجري الانجرز المقصود به ديزيز انجر معناها ديزيز أو الهارمفول افكت which is caused due to the presence of the parasite in the body. طفيلي راح يكون عندنا موجود اللي راح يكون طفيلي ممرض أو مرضي pathogenic لأن احنا عند الطفيلات راح ناخذها قسم نون pathogenic اللي هي تسميها normal commensalism هذه تتكاثر وتتعايش و البيولوجيكال برودكت مالها تنزل بس بدون هارمفول ثينك هذا نسميها نورمال كومنسال اما الباثوجينيك اف ذا باراسايت كوست باثوجينيك افكت هو الباراسايت تو ذا هوست فهذا نسميها الباراسيتيزم التطفل بالعربي نسميه التطفل واضح؟ العلاقه الخامسه ما فهمنا بس اتس بريزنت ان نيتشر انتم لاحظوا اشياء كثيره نسميها البريدشن الافتراس الافتراس بريدش هذا الافتراس one animal attack another living animal أكو خصوصية شوية فيها ركزوني عليها لازم يكون living animal لأن أكو علاقة راح تيجي وراها يشتغل على dead animal فما تشمل living animal when an animal اللي هو يكون larger and stronger اللي هو نسميه البريدتر المفترس حيوان المفترس attack another living animal, okay, and consuming a part or all of its body after killing it. بعد هذه قتلة يأكل جزء أو يأكل كل حيوان. يشبع وتوكل. Okay. هذه أنتم شايفين بالنشر الجغرافي النسور والنمور والتايجرز وحتى النسور وغيرها أي حيوان يسلط على حيوان ضعيف ويسيطر عليه ويقتله ويأكله وشرط أن يكون living. فهم هذا يسمي العلاقة predation. The attacker animal المهاجم called predator يسمي المفترس
while the victim اللي هو الضحية اللي راح نروح بها نام the prey اللي هو سيفي prey وقلت لنا prey صلاة هاي prey سميه الضحية الثانية الحيوان المفترس عليه. The predator must be larger and stronger than the prey. لازم predator الحيوان المفترس يكون أقوى وأكبر من الحيوان المفترس عليه اللي راح يكون الضحية للprey. واضح؟ العلاقة الأخيرة للسكافنجر اللي هي مشابهة للبريدتر بس كده هنا فرق. وين أنا derived its nourishment from already dead animal يعني موجود حيوان ميت ممكن حيوان هذا الميت مفترس عليه والحيوان اللي يفترس عليه البريدتر شبع من تركه تمام؟ راح تيجي حيوانات أخرى في النتيجة مرات الضباء ولا النسور تيجي تاكل بالوليمة أو النسور دائما تيجي تاكل ما تبقى من الفريسة فهذا يسميه سكافنجر أو either those dead of natural causes ممكن هاي الحيوانات هي ميتة نتيجة أمر طبيعي تمرضت وماتت نتيجة ظروف طبيعية ماتت وش اسمها وإجا الحيوانات البقية أكلتها أو نتيجة بريدشن الافتراس اللي أكلها مفترس وترك البقية للحيوانات الأخرى الضعيفة اللي بعد أوكي؟ واضحة هاي العلاقات شوية يعني خلينا نقول مزعجة لما تحفظ بسهولة بس يمكن أنت لا تفهمها عبر حتى بأسلوبك تقدر تنظر عندنا هنا الـ types of parasites معناها ديتش أخذنا relationship علاقات between the organisms two organisms واللي تهمنا قلنا فقط الـ parasitism كلها أعمل parasitology اللي راح يعطي الـ types إما عندنا الـ parasite تكون obligatory أوكي or facultative obligatory يعني مختيار مكيف should be لازم يكون موجود اوكي نسمي obligatory parasite cannot live or survive outside house ما يقدر يعيش خارج المريخ لازم داخل يتكاثر ويعني يكون البانجوكال برودكت داخل الحيوان هذا الهوس and then injure the host to cause the disease and so on فالobligatory parasite and organism that cannot survive outside the host outside the body ما يقدر يعيش خارج لازم داخل الجسم. أمثلة عندنا هواية كثيرة يعني أي جسم يجي بارك هو يعني راح ناخذ قسم الطفيات أو أغلبها راح تكون أوبليجاتوري وقسم نفر كثير ممكن أدت ولا لايف سايكل. أدها يكون بالباسك لايف سايكل ويسمى فري ليفينج لايف سايكل يعني ممكن تعيش خارج جسمك هذه المستقبل راح تقسم. That an obligatory organism that cannot survive outside host, while the facultative parasite is the organism that may exist in a free living state or as a commensal if opportunity present itself or present itself and may become parasitic. And هو ممكن parasite يعيش خارج جسم host بس إذا صارت الفرصة يتحول يعني كفري living not parasitic. إذا صارت الفرصة ودخل خاص وتحول إلى باثولوجيك ولا باراسيتيك راح يصير ممكن يعيش بالكافر يعيش يعني بطريقتين فهذا نسميه فاكولتيتي يعني اختياري ممكن يعيش outside the host and can live and inside the host as a parasitic state واضحة هذه؟ نجي أيضا عند نوع آخر نسميه اندوباراسايت والإكتوباراسايت الاندوباراسايت all the parasites living inside the body of the horse or the human we call it the endoparasite. It can live in the gastrointestinal tract, in the mouth, in the lung, in the brain, even in the eye, in the muscle, the kidney, everywhere in the body, even in the bone. داخل البون السير في الهاي داخل هذه كل السير داخل التشو والأورغان المفرد هذه نسميها endoparasite. أما الإكتوباراسايت which live on the body على السكين أو على الهير زين هذا سميه الإكتوباراسايت طبعا كل الخارجية مثل تاخذ الفلايز الذباب الموسكيتوز البغول مو السكيبيز اللي يصير من الجرم الفليز القمل اللي يعيش على الهير اوكي هذه كلها سميه إكتوباراسايت وأمثلة هواية طبعا الإكتوباراسايت السبايدر يعني حتى هذا من ضمن الانتومولوجي يعني الحشرات الطبية كلها نعتبرها احنا اكتوباراسايت يعني ايش على اما اون اور ان ذا دير تشو او
بالسكيل ما تدخل دي لا ما تدخل cannot train the skin layer and goes on the skin layer or dermal tissue and on the hair and the skin. The intermittent parasite is a small organism such as mosquitoes اللي هو البقوق which must periodically seek out other and larger form on which the large cancer اللي هو مو دائم يكون موجود intermittent يعني بين فترة وأخرى تيجي الفلايز أو ممكن نقول هي فلايز ممكن بلاستيك فلايز أو نقطة فلايز دماغي نص الدم يجي خلينا نعرف التفاصيل نحن في الموسكيتو أو في الأنفلس اللي يقدم ملاريا هذا مو تعرف هو يهاجم يهاجم ممكن يكون جوعان إن وقت تبين إيش البطمير حتى يأكل وجبة الدم عادة كان through proposals seeking for the warm-blooded animal or human and they start stay on the skin and by the mouth part penetrate the skin and start to suck the blood بلت بعدين تحس بشي قرصة حنزلة وتأخذ مخرب سوى لحم نص الدم مالته and through this process he can transmit the disease يعني دائما كل الهابت مع الانسكت in general after it suck the blood and engorge بعدين تشبه it will secrete the saliva and then secrete the pathogenic part of the parasite to the skin. And by this way, the disease transmitted. يعني ملاريا شو تنتقل؟ تنتقل بعد عند نص الدم، الدولة تشبع بالدم، ترجع هي الجانجيتيت، يعني شو ما نقول يتغير. الجانجيتيت السلايفا، and السلايفا in the head region of the mosquito contains the spores of the new one, the infected stage of malaria. هذا كامسامبل، أو أيضا بزيز أخرى كثيرة راح تقلها في هذا المنطقة فتحت من السلايفا بعد أن sucking blood بعد أن engorged or nourished by the human blood it will secrete the saliva which may contain the infective stage of the different parasitic part of disease of the human واضحة هاي النقطة؟ أنا طبعاً قبل أن نبدأ الترانسميشن موجود أيضا يعني قسم الهوس عندنا أكو يمكن ناسيها ما ذاكرها بس يا ريت إذا تكتبوها وياي عندنا فايلر هوس وعندنا انترميديت هوس يمكن على الدرجة اللي تخلي المحاضرة نسيت فايلر هوس اللي ممكن نقول وظيفة النهائي بالعربي مو أو نسميه ديفينيتيف هوس ديفينيتيف قولي لي أنتم And we have a final boss, also the infinity boss, this is this one. While the intermediate boss, okay? وعند the reservoir host نبدأ في final host اللي هو المضيف النهائي الحمد لله definitive host or final host نفس التسمية this host which may harbor the adaptive stage of the parasite or sexually mature parasite. هذا مختصر في الديتاليات. فرجع كتبوه وياي. Final host means or different host the host which harbor يعني يحمل أو يحمل HARBOUR harbor the adult stage or the sexually mature parasite in his body. واضح تعريف هذا بالسفة الموست الانترميديت هوست the host which harbor the larval stage of the parasite or a stage of the parasite واضح الجزء اللي يحمل الدور اليرقي نسميه الانترميديت هوست اللي هو طبعا نون سكسوال ماتشور دائما هي larval stage هي part of the parasite. مرحلة مراحل البراسايت هي الأندرس. فما نعتبرها أدالت وما نعتبرها سكسوري ماتشور. أوكي؟
immature stage. Water. And then the host, which harbor or which contain in his body, تقول لا تلتزمون يعني بالكلمات، انت ممكن تعبيرك الخاص تقدر توصلته نفس المعنى. اوكي؟ which may have or contain or have a lack on the stage of the person. هذا الحديث. Reservoir host, the host which may store a part of the parasite in his body without harmful effect to that host. الهوست اللي يخزن لنا طفيله معينه جسمه بدون اني اذي بدون اني يعني يسوي لي اي ديزيز اني هارمفول ثينج اني انجري اني هوست سواء كان هيومن اور انيمال اور رودنتس ممكن يكون قوارض ممكن يكون دوغز ممكن يكون بيجز هذا الريزرفار هوست ممكن يكون هيومن اوكي هذا يسموه المستودع بالعربي يسميه الخازن من سنة. كستور ريزرفاير يعني المستودع الخازن او الهوست الخازن اللي هو يحمل لنا الباراسايت ويخزن بجسمه وفي وقت معين ينقله الى الاذر هوست اللي راح يسوي باثوجينستي بس there is no any pathogenic effect of this host the reservoir host مفهوم هذا امثل علينا بينما هذول الانترميديت والفاينل هوست ممكن يصير عندنا pathogenic effect في الهوست يعني الفاينل هوست اللي يحمل الباراسايت هذا راح اكيد يسوي لي ديزيز اوكي ايضا نفس الشيء الانترميت هوست بعض الاحيان الانترميت هوست اذا اليوم صار انترميت هوست مثل اليوم هو انترميت هوست اوف هايداتيسيس لفيدان الكاس المائيه لان ادار باراسايت وين يعيش بالانتستين اوف دوغ واحده نعتبر لامرسيت لامرسيت هايداتيسيس يعيش وين بينا بالدفرت شو ممكن بالليبر باللان بالبرين فيسوينا هافر فيت ممكن ليد تو ديث فسواء بالفايبر او بالانترنت هوست they may injure the injury or the disease may create to these hosts why to the reservoir host there is no disease created to that host يعني هو يعتبر خازن حامل مرض بس ماكو اي disease راح يصير ما يحس بنفسه سنة وحام هو محزون عنده طفيلي و a period of time may be transmitted from this host to the host to another host which may create a disease in the future واضح هاي معلومة؟ اوكي؟ اتوقع ان اقل ما اخرى الهوست مالي كبيرة يعني دول الاهم انواع الهوست اللي يتم بالنسبة لي نيجي على الكلاسيفيكيشن تخلص هذا التصنيف مع الانيمال كينجدم يعني هي المملكه الحيوانيه ومنها معتبر احنا الطفيليات من المملكه الحيوانيه كحيوانات الانيمال كينجدم في الطبيعه مقسمه الى فايلم شعر بعض الشعر تجي عندنا سب فايلم مع بعض الشعر وبعدين عندنا الكلاس الصنف بعدين عندنا الاوردر الرتبه او قبل تجي الاوردر بعدين الكلاس بعدين الجينوس والسبيشيز يعني جينوس النوع اخذ قول الجينوس وبعدين السبيشيز يعني الجنس والنوع الجنس يعني مثل الاب والابن مو كان نقول مثلا انت مين بس في كان بالعكس نقول اسم بالعربي فلان ابن فلان هنا تفرق هنا المقلوب اسم الاب بعدين اسم الابن يعني اورمورا جينوس بعدين سبيشيز وكلها نكتب احنا كسائر كل اثنين الجينوس نيم يعني احنا هنا فايلم بعدين سب فايلم هذا بنسب يعني بشكل عالمي هذا حتى بالنباتات بالوطن بالحياه بالنباتات هذا تصنيف متفق عليه عالميا التصنيف العالمي لكل الحيوانات لكل حتى بالادويه النباتات الاعشاب الطبيه اللي تموت بناخذين الاسم العلمي مش سالفه اثنين يعني الرمان اللي تاكلها لها اسم علمي البرتقاله لها اسم علمي تمام اي نبات موجود حتى الحشيش لها اسم علمي بجينس وبسبيشيز السفاير بعدين عندنا الكلاس بعدين اوردر
family, but their genus, well, species. احنا اللي هيك هي الفلاس المتابع لأن الجينس والسبيشيس وقع من الدولة تفسد فنبدأ بالفاسويشن أو باراسايتولوجي هنا أول فائل طبعا كان سابقا يقسمون بهذا الشيء بالعلم والخيمة كباراسايت نجي الساركودينا Zoomastigophora, and then Ciliata. طبعا هذا تصنيف قريب يعني ما عندك حتى قادم الجيني وآخر شيء سبوروزوا البوغيات زين دول المين فور كلاسز اوف ذا باراسايت او باثوجينيك باراسايت الساركودينا هي جماعة طبعا هنا شوفوا دمجوها ساركو مع سيكوفورا دمجوا تو كلاسز بين الفلاجيليت وبين جماعة الأميبا الساركودينا هي تشمل جماعة الأميبا اللي هي هاف نو ديفاينايت شيب ما لها شكل محدد الأميبا اللي هي سيدوبوديا فالبكريا اللي يسموها بالعربي المتحورات جماعة الأميبا أو الأميبيكرو يسموها المتحورة لأن ما هي it have no definite shape no specific shape تتغير بها سيدوبوديا لما كانوا تغير يطلع منها سطالة ومنها سطالة ومنها سطالة فهي يسموها المتحورات أوكي سابقا كان يسمى واحدة ساركودينا القسم الجديد دمجوها هي والفلاجينيز هذه جماعة الفلاجينيز اللي هي صوتيات أوكي الأصوات طبعا هذا التصنيف depend on the locomotive apparatus على جهاز الحركة نسميه locomotive apparatus يعني شنو اللي يحرك ليش يتحرك هذا الطفل فهنا يتحرك بالسيدوبوديا تمام؟ قال دائما كاري نسميه سيدوبوديا فيكتور يعني ectoplasmic extension, protrude forward, and then the movement of parasite patterns. هذا الزوماسيغوفورا أو الفلاجيليتس اللي يسمى صوتيات. These organisms have a thread-like extension by these and each parasite have a specific number of uniform species of alcohol. By the movement of this flagella, the parasite move, okay, and the motility occurs. عندنا مثل هواية عليها مثلا عندنا نجار دلامبيا اوكي نجار جنرال عندنا ترايكوموناس عندنا بلوك بروسايت ريفا انوسوما عندنا ليشمانيا فهواية اكو امثلة عليها راح ناخذها احنا ان شاء الله بالتفصيل يعني السيرياتا هي نسميها الهدميات في الارض وإذا فقط أورغانزم واحد هو اسمه الباراتيديوم كولاي أو الباراميسيوم كولاي يمكن أن يكون مثير بالإعدادية بالبارج الباراميسيوم نفس الشيء هو نفسه هو الهيليوم الباراتيديوم اللي يسمى إنزي يسمى زنتري يعيش من لاجنتس هو إذا فقط هذه السيرياتا باراتيديوم كولاي أو سموه الباراميسيوم كولاي هذا التسمية قليلة يعني This is a head small head-like projections covered over the body. By the movement of these small head-like projections, the movement of the parasite will occur in general as a whole. Okay? So that is from having types of fluid medium or water medium. السبوروز أو يسموها بالعربي البوليات من سبورز التسمية الجديدة غيروها سموها أبي كومبلكس الكتب الحديثة سموها أبي كومبلكس للأبيكس يعني أبي بيأخذ الأبيكس بار
هنا تصنيف الحديث سموها الانتي كومبلكسر لغينا كلمة سبورجو. يعني طبعا راح اشرح لكم اياها بعدين نرجع على المحاضرة خلينا نقول اللي تصنيف الحديث اللي تمشي عليه التكست بوك. الانتي كومبلكسر او ذا باراسايت كل مجموعة هذه باراسايت وش ذي ار اموتايل they have no locomotive apparatus ما بيها جهاز حركي لا بيها فلاجيلا ولا سيدوكورديا ولا سيليات اوكي هي اموتايل and all of them living intracellular اغلبها تعيش داخل خلية الامثله عليها مثلا عندنا تجي بلازموديوم الملاريا او الابي كومبلكس هو بالنسبه للابي بلازموديوم سبيشيز او هي سيدنا ملاريا او الملاريا اوكي عندنا توكسوبلازما بوني عندنا مثلا البايزوسبورا هواية مثلا ساركوسيسس يعني كلها ان شاء الله كل واحد يسوي ديزيز معين اوكي هذه كلها الكومبلكسس نون موتايل جروب اور كلاس اوف ذا باراسايت Include these group of new genuses of the organ species on the parasite living or causing disease in the animals. Okay. Let's talk about the classification. In the phylum level, the major sarcomasigophora. وقسمها إلى سفايلم. يعني هو بدل ما يقسمها هذه رجع قسمها إلى سفايلم. اللي هي أول واحدة الفلاجليت والثانية الساركودينيا اللي أنا قسمت لكم إياها هي نفس التسمية. ساركوزين جماعة الأميبا والجروب والسوماسيكوفورا جماعة الفلاجيليتس. بعد ايش عندنا الأبي كومبلكس اللي حكينا عليها هنا السبوروز والمفسر والأمثلة عليها والجروب الأخير طبعا طلعت لها هي البلازموديوم والأيزوسبورا سايكوسبورا والتوكسوبلازما ساركوسيسس نفس اللي والجروب الأخير عندنا سيرياتا الصفحات الأخرى سيليوفورا سمعها مو سيلياتا سيليوفورا اللي هي الهتبيات اللي يشمل المارتيديوم كولابي نوع كولابي ما تسميش عنه اللي هو كوزن ديسيبتر الميومان اوكي وعندنا ايضا مايكروسبورا هذه ما لي بصراحة يعني اركز عليها لما ما عرفت لكم يعني ما عرفت بس ما يتحمل مثلا مايكروسبورا اللي يسموها بس مجرد للطلاع هذا واضحة؟ الأربعة المهمة التركيزون عليها هي هاي اللي أنا ثلاثة ساركودينا سوماسيكوفورا سبوروزما سيلياتا على ضوءهم راح نمشي واحد بعدها راح يجي لنا الفارق الأخرى هي البلاتينا طبعا أنا ما حسبت التقسيم هي بالحقيقة التقسيم بس ركز على البروتوزوا حتى إن جدنا نشرحها الشعب الأخرى هذه يسموها يونيسيلولر يونيسيلولر معناه باراسايت في خلية واحدة يونيسيلولر وعندنا المونتيسيلولر من خليتين فوق نسميهم مارتي زين المونتيسيلولر اما اللي راح تشمل بعدين جروب اخرى او ذا باراسايت اللي هي يعني بروتوزوا وعندنا احنا بتسميات اخرى بصراحه اليونيسيلولر نسميها بروتوزوا الدكتور الاسود حتى تبين بروتوزوا كلمه برو واحده احنا بدائي سوى اورجانيزم اوكي بروكاريوتيكي اورجانيزم بروكاريوتيكي بدائي بروكاريوتيكي اخير فالان بروتوزوا برو بدال one cell represent a complete person خلية واحدة هي تمام وزارة الكافر تكسر زين وسوي disease وسوي invasiveness وسوي secretion of enzyme اوكي خلية واحدة فدور كل جماعة بروتوزوا خلية واحدة وعندنا الميتازوا اللي هي multicellular نسميها الميتازوا more than two cell point three and more إلى ملايين خلايا ميتازوا اللي هي راح تشمل هنا البلاتي هيرمونتس ولكن المباريات بصعب نعم صحيح
بيتر جورج راح يمثل لبلاتي هيلموث ونيما هيلموث. نيما هيلموث هي مثلنا راوند وول الديزاين مدور زين بشكل مدور هذا نسميها راوند وول او نيما هيلموث. لبلاتي هيلموث الديزاين المسطحه يقول مسطحه كومبريس دورس اوف فنتر مضبوطه من الجهه الخدوس الظهريه البطنيه مضبوطه. وهذا راح نقسمها الى مجموعتين باتين اما سيستول او يسموها الثيرد وول الديدان الشريطيه بالعربي الثيرد شريط اوكي او تريمايفورس الأخير بتاخذون الكتابة؟ لا بدنا نشوفوها. يعني أنا ما مجال صراحة شوية كلمة. يعني أنا إذا أحكي أنت المفروض تكتبوا يعني. هذه سيستوت سي إي إس تي أو دي إي إس سيستوت يعني ديبانة الشرطية. والتريماتون نسميها بالآي بي المحجميات. المحجميات أو اللي بيها سكرز مصاصات. الوصف كان مصاصات يسوي الفاشل. نسميها تريماتون. السيستم أو التيفور الأمثلة عليها وايد طبعاً إيه ما هم الأمثلة عليها وايد مثل أشكالس مثل إنتروبياس تايكورس راح نأخذ فيه وقت البلاتي مثل السيستم عندنا مثلاً تينية تينية سالزانتر تينية سوليوم عندنا الهايمينوليكس عندنا التيفور مثل كاينيكوكس مثل الكاسمائية هاي كلها ديدان شرقية يعني كونها مقطعة من اسمها سيستول يعني تيبوار يعني ديدان شرقية بها قسم منها ثلاث قطع وسكر بقسم 5000 قطع حسب البروسات الموجودة. الاتريماتود الأمثلة عليها مثلا الفيشولا فيشولا هيباتيكا عندنا مثلا باراغونيموس المان يعني أمثلة معرفة يعني مو مهم بس المفهوم حتى أوردها أقول لك نأخذها بالتفصيل زين أن الفيشولا فيشولوبسيس هيدروفيس شيستوزوما دولت البلاريزيا يعتبر من التريماتور شيستوزوما أيضا أهم واحدة مركز عليها شيستوزوما نسميه شيستوزوما سبيشيز بلاريزيا السلكن بلاريزيا جاز البوبي أو الهضمي وغيره أوكي. إذن هنا بالإنمال كينتم بالتصريف راح نستخدم هذا المخطط يعني ولو تخلمت استخدمها شوية ولا تريدون أعيد لكم يا من الأول أعيدا؟ ها؟ هو ترواح اللي تابعني إذا بالكاد بوياي ناحشي واضح الساعة قدينا البروتوسمو والميتاسمو أوكي؟ البروتوسمو برو هي البداية تلي واحدة إلي شو راح تشمل؟ الجروب هي ساركودينا والسوما سيدروفورا والسيرياتا والسبوروزا والابيكوبلكس. اما الميتازوار مور ذان تو سيلز فيلاتي اكثر من خليتين نسميها ميتازوار. ميتا يعني متعدد حيوانات متعدده الخلايا اللي راح نقسمها الى بلاتي هرمونترس عن ديما هرمونترس. بلاتي من بلات يعني صفيحه ديما المصفحه يسموها بلاتي هرمونترس. النيماتود يعني ديدان مدور. البلاتي هيلمنتس نرجع نقسمها الى قسمين الى سيستول وتريماتود. سيستول هي الديدان الشريطيه مكونه على شكل قطع والتريماتود هي نسميها المحجميات قطعه واحده بس هي ممكن تكون سايز مالها يختلف حسب قسم كبيره يعني بالنيك اي ممكن نشوفها وقسمها فيري سمول سايز بس هي جنرال مور ذان يعني أعرف 1-2 سنتيمتر ممكن كان بيتكتب باي ديناك أوكي؟ هذه التصريف الرئيسي من ضمنها طبعاً راح تتفرعات على الأنواع الجينس والسبيشيس أو البرسايت اللي احنا إذا لو ركلنا راح نأخذ واحد واحد وخلص المعدل وراح أبوجوم بيها مو؟ يعني لا أبوجوم مو أعرف شيء يعني أحاول أسترجع المادة خليك تستمتع بالمادة يعني ما أريد حشو زايد السبيسيفيك ثينكس اللي نذكر هاي المطلوبه منكم الحكايه اللي احكيها بالمحاضره فقط هاي اريدها منكم اكثر من هذا
بس قلت لكم اي شيء انا احكي انتم قريبين فيه اي كلمه واضح؟ This is the classification. هذا ايضا يعني جروب يعني من تصنيف اخر شيء المصر خليتكم اياه ايضا قلت لكم البروتوزوا فقط على البروتوزوا حتى الضوئي وانواعها عندنا ساركودينا وزيماسي وفورا وكل واحد يشيل الساركودينا اللي راح تدخل في السيروبولجا للتعميم هو اهم شيء عندنا للتعميم السيروتيكا اللي طبعا مجموعه من الميكانيكا كلها نما باثوجينيك اللي هي بس مجرد احنا الاوردر اللي بتشيل ده فروم ذا باثوجينيك يعني من الاميبا انت فقط الانتر باثوجينيك اللي يصير ده اللي هي بيتسنتر في اليوم بي وصلنا الى اكسبتسانا الفيروسز اللي راح بقية السبيشيز اللي راح ناخذها هي نون باثولوجيك. جماعة فلاسوبروفورا أو فلاجيليز اللي هي جارديا، السبيشيز مال جارديا الأمبريا، زين؟ أو أيضا عندنا الأبي كومبلكسا جينس السبوروزون اللي سميناها أبي كومبلكسا، زين؟ هاف نو أورجانس فور لوكوموشن يعني مو طايرة ما تتحرك اللي هي تشمل البلازمودر جماعة ملاريا أنواعها وتشمل التوكسوبلازما وساركوسيس السيريا فورا أو السيريات اللي هي مو مفاعلة هي السيريا اللي عندها فقط البارتيديوم والسبيشيز بارتيديوم كلها المايكروسبوريدا ما عليكم هاي في اللغة بس مجرد محطة أي مرة مضبوطة برافو أخوز أوكي واضحة حتى نبدأ بالنام باثوجينيك